Dear friends, today we're gonna deal with the chapter 2 story Gulliver's travels. طبعاً إحنا في المرة اللي فاتت كنا وصلنا لغاية طبعاً كان في 6 uh, men 6 men حاولوا إن هم attack or shoot arrows at uh, Gulliver. وطبعاً Gulliver was a kind of man, الراجل طبعاً طيب جداً. عمل إيه Gulliver? Gulliver uh, held them all. طبعاً هم the soldiers الجنود tied them up ربطوهم and threw them ورموهم لمين لي غاليفر غاليفر put five of them وضع خمسة منهم then uh, in his pocket and the sixth the sixth والسادس طبعا مسكوا كده هيلدهم in his hand وطبعا uh, 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 the the man was horrified احنا يعني لو احنا معانا الراجل الاول the مان زي ما انتم شايفين اهو تايد اب مربوط اوكي سو جاليفر thought ذات ذا مان واز afraid هي توك اوت اخرج اخرج ايه بقى؟ ا نايف سكينه اند approached it وقرب بسكينه تو ذا مانز هاندز لايدين الايه؟ الراجل The man was horrified. كان مرعوب جدا جدا. طيب ايه اللي حصل؟ طبعا the people uh the uh, people uh, watching Gulliver be raqbu Gulliver طبعا all of them كلهم thought اعتقدوا that Gulliver that Gulliver uh, was going to uh, cut the man's hands hayata edeen el okay or punish him but Gulliver was a kind man Gulliver amal eh uh, cut the ropes of The cut the ropes that tied the man's hands قطع cut the ropes قطع الحبال that tied the man's hands اللي قطعت ايه the man's hands وبعدين قال له your king wants me wants to be wants me to be tied up wants me عايزني to be tied up ان انا اكون مكبل او مربوط but ولكن I don't mind. انا ما عنديش مانع if you are free. انا ما عنديش مانع ان انت تكون free. يعني هو جاليفر عايز يبين للجميع وطبعا دي شخصية جاليفر الحقيقية. He was a kind man. طبعا he wanted to show the man and his king عايز يوري الراجل والملك بتاعه that he is kind. وان هو كمان شخص يعني لا يقابل السيئة بالسيء ولكن هو كان طيب جدا he was tolerant كان راجل متسامح طبعا احنا هنتعلم حاجات كتير من جاليفر وقصة جاليفر طبعا هو كان tolerant دي حاجة برضو نتعلمها من الموقف ده وبعدين اطلق صراحة الايه الرجل okay. and the others والاخرين اللي هم the other five الخمسة الباقيين أه طبعاً ده كان نهاية الشابتر اللي فات جاليفر was a tolerant uh, uh, man كان رجل متسامح طبعاً when the king لما الملك knew about that situation لما عرف بالموقف ده he trusted Gulliver more يعني trusted Gulliver more يعني وثق في Gulliver أكثر And he thought that Gulliver واعتقد ان Gulliver is a kind man هو رجل طيب And he didn't come to hurt anyone وان هو ما جاش عشان يأذي أي حد Okay That's why ولهذا عمل ايه He ordered the people أمر الناس اللي هم يعني citizens المواطنين اللي هم يعني تحت خدمة أو في خدمة الملك to make to make him a a bed اعملوا له سرير بقى to make him a bed طبعا بعد ما عملوا له سرير خلاص طبعا عملوا السرير ده ازاي؟ قال لنا they attached تمام 600 small beds يعني ربطوا او عملوا تمام عملوا ايه؟ ربطوا 600 سرير 600 small bed together ربطوا كام سرير مع بعض 600 سرير 600 to make him a bed عشان يعملوا له سرير طبعا جاليفرز uh, لايف uh, uh, became comfortable اصبحت مريحه حياته كانت بدات تبقى مستريحه حياه بقت مستريحه فاحنا عارفين ان comfortable كمان هي مريح ومستريح يعني ممكن اقول لكم I'm sitting here in this comfortable chair يبقى chair كرسي مريح and I am comfortable وأنا comfortable مستريح in this comfortable chair في هذا الكرسي المريح يبقى comfortable معناها مريح أو مستريح وبننطقها comfortable مش حاجة تانية لأن في ناس mispronounce the word يعني بيسيئوا نطق الكلمة يبقى comfortable comfortable معناها مريح أو مستريح طيب غالبرز uh, life became uh, 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 comfortable أصبحت مسرية. and then وبعد ذلك men citizens people الناس came from all over the that country قوم من كل أنحاء الدولة to watch Galiber. عرفوا جاليفر إن هو كده راجل توليرنت وإن هو كايند وإن هو دازنت want تو هيرت إني وان فبدأت الناس تتوافد أكثر على تو سي جاليفر عشان تشوف جاليفر. بيقول لنا إن ذا uh, uh, villages القرى and the farms والمزارع became يعني امتي أصبحت إلى حد ما إنتي فارغه يعني ما بقاش فيها ناس كتير الناس لفت their their work farmers لفت their work الفلاحين تركوا عملهم villagers left their work تركوا عملهم and uh, 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 went to went to see Gulliver عشان راحوا يشوفوا Gulliver طبعا لازم في قانون طبعا القانون ده ايه بقى طبعا بيقول لنا ان the king presented a law او ايش طبعا ممكن ايش هو يعني uh, 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 يعني يعمل قانون يعني يصدر قانون ايش law او presented a law قدم قانون that Uh, prevented anyone being أي hard to see galiver without a license بدون لايسنس يبقى انت عشان تشوف جاليفر لازم يبقى معاك ايه ها لايسنس يعني ايه لايسنس يعني يعني uh, رخصه طبعا and if you wanna get it لو انت عايز تحصل على الرخصه دي يو must بي فور ات لازم تدفع عشان تجيب الرخصه دي فطبعا اي حاجه فيها فلوس الناس شويه بتبقى يعني هو كان الاول فور فري ان احنا نشوف جاليفر ف فكل كل الناس بيروحوا اي حد فاضي بيعدي على جاليفر لكن دلوقتي يو ماست باي يو ماست باي ماني لازم تدفع فلوس اف يو وانا سي جاليفر لو انت عايز تشوف جاليفر فطبعا الوضع بقى ايه مختلف جدا انت الناس بدات تقل ان هي تشوف ايه جاليفر بعد كده حصل بعض يعني اجتماعات والملك وطبعا مع الاجتماعات بين الملك وهيز ادفايزرز اللي هم المستشارين بتوعه وطبعا قعدوا يناقشوا فيها بعض الايه مشاكل اللي هي خاصه بجاليفر طبعا بعضهم بيقول ان هو يعني ممكن يسبب اذى وبعض الاخر بيقول ان هو طيب ممكن كمان نصرف عليه كتير يعني وي كان افورد يعني وي كان نوت افورد يعني لا نطيق لا نحتمل ان احنا ندفع وي كان افورد Uh, 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 his food لا نطيق ان احنا ندفع له ايه ثمن الاكل بتاعه he eats يعني too much وساعتها كان في يعني um, ترتيب uh, او في تخطيط ان جاليفر uh, كل يوم بياكل uh, 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 60 cows uh, 40 sheep 60 cows نحفظ 60 cows 60 من الابقار and 40 sheep bread and vegetables الحاجات دي كلها كل يوم كل يوم بتروح لجاليفر فطبعا ده تو ماتش كمان كان في 600 people 600 people under his or at his service تحت خدمته يعني 600 people وكانوا lived, lived عايشين in tents عايشين في خيم فتخيلوا 600 شخص بيدفع لهم كل يوم to take care of جاليفر عشان ياخدوا بالهم من جاليفر يعني فعندنا 600 شخص كمان 300 people 300 to شخص تانيين uh, uh, were paid كان بيدفع لهم to make Gulliver's clothes طبعا بالمناسبة هي clothes or clothes clothes ملابس clothes not clothes ما بنقولش clothes هي بنقول clothes 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 or clothes فعشان يعملوا له ايه his clothes ملابسه او his clothes كم شخص 300 وكم شخص بياخدوا بالهم من Gulliver 600 عدد كبير جدا وكم آآ آآ كم من الابقار بياكل جاليفر 60 cows 40 sheep 40 خروف 60 cows 40 sheep bread and vegetables كل ده بيروح له كل يوم طب حلو جدا كل الحاجات دي بتروح لجاليفر كل يوم جاليفر بيكلف الدوله كتير جدا جدا بالإضافة لذلك إن جاليفر إن ذا كينج سنت أرسل سام أوف هيز أدفايزرز سام أوف هيز أدفايزرز بعض من المستشارين بتوعه تو هيلب جاليفر learn their language، عشان يعلم يعلموا جاليفر إن هو تو سبيك ذير لانجوج إن هو يتحدث اللغة بتاعتهم كل الكرم ده طبعا ذا كينج واز يعني تو جينيرس كان كريم قوي قوي بعد ما يعني جاليفر بروف ده اثبت ذات هي از ا جود مان اند هي ديزيرفز وهو يستحق جنرستي يستحق الكرم طبعا كل ده حصل له. طيب كل الناس دي بت, يعني المستشارين uh, uh, بداوا يروحوا لجاليفر اند تو هيلب هيم ويساعدوه ان هو تو ليرن ذير لانجويج يتعلم اللغه بتاعتهم طبعا ذا كينج كمان فيزيتد جاليفر اند هيلبت هيم وكان كمان احيانا بيساعده ان هو ايه uh, 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 يتعلم اللغة and practice it. في يوم من الأيام جاليفر أسكت the king طلب من ال king أن هو to set him free يعني set him free؟ يعني يطلق سراحه طلب من مين؟ طلب من ال king he asked the king طلب من ال king to set him free أنه يطلق سراحه. But the king said uh, this uh, decision must or cannot be taken uh, without any preparation يعني قال له بص احنا ما ينفعش اخد القرار ده بدون اي يعني اعداد ليه لازم يبقى لازم يبقى في تام الاعداد لهذا القرار طب تعالوا احنا نشوف احنا يعني سمعنا الجزء من ال ال, 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 ال chapter 2 تعالوا نشوف بعض الاسئله عليه كده بيقول لنا what did Gulliver do to the six men to the six men للست رجال who had shot arrows اللي اطلقوا السهام at him what was the, the result of his action؟ وايه هو كان نتيجه او ايه كان نتيجه الايه هذا الاكشن هذا الفعل طبعا he let them go يعني طلب منهم او قال لهم go and they ran away وهم ايه؟ ran away تمام حلو جدا، وبعد ما جاريو بيقول لنا ايه؟ the guards told the king، ال ايه قالوا للكينج قالوا للملك ايه؟ قالوا له about Gulliver's kindness، عن طيبة Gallivor and the king in return والملك نفسه in return عمل ايه؟ was kinder في المقابل in return في المقابل was kinder. كان يعني أكثر طيبة to him. سؤال so, كمان. بيقول لنا what did the king reward the Gulliver for his kindness to his people؟ يعني كافئه بإيه؟ reward يعني يكافئ. كافئ Gulliver uh, for his kindness على طيبته to his people بإيه؟ كافئه إزاي؟ يعني how؟ بيقول لنا he decided to make a bed. قرر إن هو يعمل إيه؟ bed. سرير فور جاليفر واحنا عملنا قلنا ان هو عمل السرير ده من 600 small small beds. How were the people؟ كيف كان الناس of Lilliput able to make Gallivore beds؟ عملوا السرير ازاي؟ بيقول لنا they fitted ثبتوا 600 of their beds 600 من السرائر من الس... من الاسره اللي هم ايه بيناموا عليها تجدر مع بعض طيب What rule did the king of Lilliput make? ايه القانون اللي عمله او وضعه ملك Lilliput to stop so many people from going to see Gulliver طبعا عارفين ان الملك حط القانون انه هو ايه اه اه to stop people انه يمنع ايه الناس أو uh, يمنع many people كث كثير من الناس from going to see Gulliver إيه القانون بقى؟ قال لنا he made a new law عمل new law saying that بيقول إيه بقى القانون؟ no one could see Gulliver لا أحد يستطيع أن يرى Gulliver without a license بدون رخصة no one مفيش حد could see Gulliver without a license بدون إيه رخصة which people had to pay for. طبعا الناس كان لازم يدفعوا لإيه؟ يدفعوا عشان يعملوا إيه؟ عشان يحصلوا على هذه الرخصة. أوكي نشوف حاجة كمان. Why did the king make a law saying that people needed to pay for a license to see Gulliver? ليه عمل القانون ده؟ وقال إن الناس يجب إن هي تدفع فلوس for a license عشان تحصل على رخصة ان هي تشوف ايه؟ تشوف جاليفر. اوكي؟ طبعا الاجابة بيقول لنا there were not enough people. ما كانش في ايه؟ enough people. آه ما كانش في ناس كفاية. تمام؟ فين؟ to work in the fields. يعملوا في الحقول. because so many were coming to see Galliver. لان كتير منهم كانوا بيجوا عشان يشوفوا جاليفر if the people had to pay for a license لو الناس مفروض عليها لو الناس فرض عليها انها تدفع مقابل الحصول على رخصه they wouldn't come مش هيجوا او عدد قليل منهم هياتي تمام؟ طيب حلو جدا احنا عرفنا ان جاليفر asked the king طلب من الكينج ان هو to set him free ان هو يطلق سراحه طبعا الكينغ طبعا قال له يعني لازم في بعض الاجراءات ولكن الكينغ وافق قال له بس بس يعني الاول اول حاجه يو ماست بي سيرشد يجب انه يتم تفتيشك وبالفعل تم تفتيش جاليفر the people or the soldiers تمام؟ yeah, وير put تم وضعهم أو جاليفر put the soldiers who came to search جاليفر in his pockets في جيوبه أو in his coat pocket في جيوب البالطو بتاعه طبعاً they noted down يعني دونوا note down يعني يدون they noted down دونوا إيه بقى؟ مجموعة من الأشياء اللي قواها في جيب جاليفر أولها أول حاجة two guns two guns بندقيتين a sword safe a wallet محفظة a calm وبننتهى calm calm يعني مشت calm يعني ايه calm يعني مشت خلاص a letter to his wife وكمان letter to his wife a handkerchief وكمان ايه handkerchief handkerchief يعني منديل تمام يبقى نقول الحاجات دي تاني يبقى yeah, noted it down, a, a handkerchief, in um, a letter to his wife, كمان, a comb, a watch, okay, كده, a wallet, mahfaza, two guns, and a sword. يبقى yeah, seven things, سبع حاجات. حد يقولهم تاني كده يلا نقولهم بسرعه تاني اخر مره أه. a handkerchief a letter to his wife a comb a wallet a watch two guns and a sword حفظناهم خلاص طيب حلو جدا هم سجلوا الحاجات دي بقى بقى جاليفر ولكن جاليفر هاد كان لديه A secret pocket. كان في جيب سري كده عند جاليفر ان which اللي فيه هي kept هي kept ايه بقى his glasses and some other things. بعض حاجات تانية كده كان مخبيها جاليفر ما رضيش يوريها للايه؟ للسولجرز who came اللي جم to search جاليفر. طبعا الحاجات دي بالنسبه بيقول لنا الاوثر ال 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 المؤلف بيقول لنا ان دي يعني things أشياء وتش وتش ار نورمال حاجات عادية ordinary لأي شخص يكون إيه آآ يعني باسنجر أي باسنجر أو أي traveler مسافر أي مسافر في ذلك الوقت كان أشياء عادية إنه يكون معاه جونز ويبقى معاه كمان سورد وحاجات كده ولكن تو ذا بيبول أوف ليليبوت للناس بتوع ليليبوت طبعا these things were amazing، كانت حاجات amazing جدا يعني. طبعا جاليفر uh, uh, was asked طلب منه ان هو to show uh, the sword يبين السيف او يظهره او يقول يعني يوريهم السيف، فطبعا هو هي هيلد ذا سورد مسك السيف كده اند ذي وير فيري تيريفايد كانوا مرعوبين جدا من شكل السيف، ات واز بيج Okay? And they were afraid. Can I feel that bas The Kano terrified or horrified? But the king el Malik Yanni but Malik can be afraid. Well I can know he uh uh tried to show that he is brave. How will you be no and he's brave? يعني. Okay? قالوا, this is a dangerous weapon it's dangerous it's extremely dangerous قال له الناس كده انه ده حاجه extremely dangerous خطيره للغايه extremely dangerous وبعدين يعني سئل على الجونز فطبعا الراجل يعني حب يعمل يعني معاهم الواجب فعمل ايه he uh, used the guns uh, to or uh, he fired his guns his two guns تخيلوا يعني he fired يعني اطلق النار من البندقيات بتاعته he fired his two guns مش واحده بس كمان الراجل يعني حب يعمل معاهم واجب he fired the two guns هما طبعا الصوت ده بالنسبه لهم كان يعني هوريفاين كان صوت مرعب جدا جدا بعد كده بيقول لنا ان هما they got او they trusted Gulliver more وثقوا في Gulliver وبعدين Gulliver بقى شخص عادي جدا يعني بي يعني الى حد ما ممكن يجي الاطفال او الافراد dance on him او children played around him كانوا بيلعبوا حواليه وحاجات زي كده the king الملك uh, invited Gulliver دعا جاليفر to um, attend ان هو يحضر ايه an أي occasion إيه آه مناسبة عنده um, a مهرجان وفي المهرجان ده كانوا بإيه بيأدوا بعض الإيه الأثليتس اللي هم الرياضيين بعض الحركات طبعا بيقول لنا بقى إن كان في two of them اتنين منهم هيلد the آند of a بول يعني آه قضيب حديدي تمام او عمود من الحديد يعني اثنين ماسكين آه يعني عمود او قضيب من الحديد من الطرف من اطراف يعني و uh, uh, رياضيين uh, يعني جامبت ان بالادوار كده they took turns uh, jumping uh, over the pole يعني كل واحد يجي يقفز والتاني اللي بعد منه يجي يقفز وكل شويه ايه يعني ميك ذا بول هاي يخلوا البول اللي هو العمود الحديدي ده اعلى 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 وبعد كده قال لنا اني the athletes الرياضيين who jumped the highest أعلى حد كان بيقفز أو the first يعني أول واحد took أخذ إيه blue uh, ribbons blue إيه ribbons يعني خد أشرطة من لونها أزرق كده ودي كان بتدل على إنه هو he came first هو طلع إيه الأول يعني the second got حصل على red ribbons red إيه ribbons And the third with it got green ribbons. تاني هنقولهم يعني تاني. يبقى the first أول واحد كان أعلى يعني أكثر واحد كان بيفوز يعني الأول كان بياخد got حصل على إيه؟ blue ribbons. The second got red red ribbons. حصل على إيه؟ الأولين يعني كان بياخد شريط أزرق، التاني red ribbon يعني شريط إيه؟ أحمر، والثالث green ribbon شريط أخضر. فدي ده ترتيب الايه؟ زي بالظبط الاحزمه في الكاراتيه مثلا فبتلاقيها يعني بتترتب حسب الالوان الاول او اللي واخد حزام لونه برتقاني او اصفر او مش عارف ايه وحاجات كده فهما نفس الكلام. وبيقول لنا الاوتر او بيقول لنا جاليفر نفسه بيقول لنا ان بيبل الناس يوز تو اعتادوا ان هما تن their ribbons ان هما يحطوا يدبسوا الريبنز بتاعتهم on their clothes على ملابسهم while they were walking around the city وهم بيتمشوا في المدينه عادي جدا عشان يدل على ان هو شخص يعني متفوق رياضيا فكان بيحط الايه؟ البلو رابن او لو هو الثاني بيحط الريد رابن او لو هو الثالث بيحط الجرين رابن ده مين؟ دول الناس اللي هما متفوقين رياضيا طيب حلو جدا، وبعد ما عملوا الكلام ده طبعا جاليفر ذا كينج لوكت ات جاليفر بص على جاليفر كده وقال له يور ليجز، وقف جاليفر فقال له يور ليجز رجليك ار هاير ذان اول ذا جيتس ان ذا country اعلى من كل البوابات في الكنتري في المدينه. وطبعا ده يعني اغرى الملك ان هو يطلب من جاليفر ان هو تو ستاند ان هو يوقف and to ask 3000 of his soldiers يطلب من 3000 uh, 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 شخص او 3000 جندي من الجنود بتاعته ان هم يعملوا ايه ان هم to ride their horses يركبوا الحصان بتاعتهم تمام and to ride their horses in a line في خط او في كيو تابور كيو او لاين in a line and go through Gulliver's legs. مهم شو من ما بين ايه رجلين Gulliver. يبقى Gulliver هيقف كده تمام؟ ومن ما بين رجليه هي هيعدي كام جندي؟ 3000 سولدرز soldiers. 3000 جندي. طبعا هم كلهم واقفين فين؟ in a line راكبين الحصانه بتاعتهم واقفين in a line في طابور وده طبعا اراد به الملك I will haga know what to show Galliver and he obey the Galliver. how big at the, how big his army was, How big his army was at the issue How big his army was. I Ha. Command, he wanted him, can eyes of command, what expert riders, what expert riders? he had in his army يعني قد ايه يعني فرسان مخضرمين او عندهم خبرة عالية قادرين على ان هم يعني go through Gulliver's legs فعايز له الحاجتين دول اللي هم how big his arm was what uh, uh, expert uh, riders he had what expert riders he had طبعا بعد كده جاليفر طبعا برضه مازال يعني مصر على ان هو to be set free بالفعل جاليفر was set free تم يعني نزع التشينز تشينز اللي هي السلاسل اراوند هيز ليجز حوالين رجليه واخيرا جاليفر became free ولكن كان في عوائق كتير بتمنع جاليفر ان هو to be set free اولهم طبعا ان جاليفر uh, طبعا كان ليه شخص بيكرهه وان اوف ذا ادفايزرز واحد من الادفايزرز اللي هم مين اللي هم المستشارين لدى الملك كان اسمه ايه كان اسمه بالوجلان تمام بالوجلان ده كان شخص بيكره مين بيكره جاليفر uh, uh, بيكره جاليفر اند هي didnt trust him وما كانش بيثق فيه uh, طيب he didn't like Gulliver ما كانش بيحب Gulliver and he didn't trust him طيب وبعدين عمل ايه he usually عادة او he always كان دايما بيعمل ايه told the, told the king كان بيقول للملك that Gulliver is a dangerous man رجل خطير وان احنا we must take care of him وان هو costs بيكلف the country a, lot of money كثير من المال uh, فطبعا Gulliver كان يمكن من الحاجات اللي كانت خلت قرار ان هو تو بي سيت فري يتم فك اسره اتاخر شويه موضوع ان بولوجلان ده كان بيحاول ان هو يقول للملك بعض اشياء تمنع الملك من ان هو يتخذ هذا القرار تمام ولكن كان في مجموعه من الرولز او مجموعه من الشروط تمام؟ مجموعة من الـ اللي هي قالت قيلت لجاليفر بواسطة هذا الرجل جه لجاليفر وقال له مجموعة من الحاجات لازم يتبعها. أولها أن هو not not to leave the country without a permission ما يتركش المدينة بدون permission أو الدولة بدون permission. أن هو كمان not to not to uh, 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 pick anyone ان هو ما يلتقطش او ياخد اي شخص any of the citizens without his permission or walk on any of the people لا يمشي على اي حد يدوس على حد ولا pick him up without his permission بدون ايه بدون الاذن بتاع الشخص اللي هو بياخده من على الارض ان هو to walk along the roads يمشي بطول الطرق ها أه؟ and not to cross them وما يعني ما يعديش طرق يمشي along the roads and not to lie on the fields وما يرقدش على الحقول والكلام ده كمان إن هو uh, uh, not to enter ما يدخلش المدينة أو الدولة uh, uh, not to enter the country with, without a permission ما يدخلش الدولة بدون permission بدون إذن فمجموعة من الشروط تمام وطبعا جاليفر agreed to them all وافق على كل دول طبعا uh, يعني بكل سعادة happily طيب حلو جدا تعالوا احنا نشوف بعض الأسئلة ونرجع تاني بيقول you لنا know why did the why did the king of Lilliput worry that he couldn't afford to keep Gulliver؟ ليه مالك Lilliput تمام؟ آه منع آه آه كان كان قلق that he could not afford ان هو مش هيقدر يتحمل تكلفة آه وجود Gulliver في الدولة بتاعتهم تمام؟ because Gulliver needed so much food لأن Gulliver كان عايز ايه؟ so much food طعام كتير جدا okay طيب and the drink طبعا وشرب how did the king solve the problem of feeding Gulliver ازاي الملك uh, حاول يحل مشكلة إطعام جاليفر إزاي؟ بيقول لنا because he asked all the people all the people living near the city to supply 60 cows طلب من كل الناس اللي هم إيه؟ بيعيشوا بالقرب من المدينة ان هم يعملوا ايه؟ ان هم سبلاي يمدوا او يدعموا 60 cows و 40 تمام كده؟ وايه كمان؟ و bread and fruit every morning وbread وايه؟ وفروت افري every morning طيب وبعدين؟ to help طبعا feed Gallup How did Gulliver learn the language of Lilliput? إزاي تعلم لغة Lilliput? بيقول لنا six of the king's advisors ستة من المستشارين بتوع الملك يبقى احنا عرفنا العدد ستة كمان six of the king's advisors where his teachers كانوا مدرسين بتوعه يبقى six of the king's advisors ستة من المستشارين بتوع الملك كانوا هما التيتشرز teachers طب how was Gulliver able to communicate with the king? إزاي Gulliver كان قادر إن هو يتواصل مع الملك؟ communicate with him ازاي يعني قال لنا he was able to communicate with the king كان قادر ان هو يتواصل مع الملك after six of the king's best advisors بعد ستة من مستشارين الملك had taught him the language كانوا علموا اللغة أنا قلت تاني he was able to communicate with the king كان قادر ان هو يتواصل مع الملك ازاي بقى After بعد ما إيه؟ Six of the king's best advisors بعد ستة من مستشاري الملك عملوا إيه؟ قال لنا had taught him the language علموه الإيه؟ اللغة تمام؟ طيب What did Gulliver ask the king almost every day؟ إيه اللي كان بيطلبه Gulliver من الملك تقريبا كل يوم؟ He asked him to be set free طلب منه ان هو to be set ايه free تمام حلو جدا يا ترى آه تم اطلاق سراح جاليفر ولا لا آه طبعا هما they set him free او فكوا they uh untied the chains uh around his legs حوالين رجليه فكوهم. آه وبعدين جاليفر بقى دلوقتي يعني حر free جاليفر asked the king. طلب من الكينج ان يزور المدينه بتاع العاصمه بتاعه إيه الدوله تمام فبالفعل يعني صرح له ولكن طبعا ادى إيه بعض إيه التنبيهات على المواطنين أنهم هم not to be in the streets وان هم to watch from the, uh the windows من الشبابيك وحاجات زي كده Gulliver was careful كان يعني حذر جدا when he went to the uh, capital لما راح للعاصمه طبعا he was careful with his coat من البالطو بتاعه كان خايف ان هو touch the roofs of the small buildings خايف ان هو يلمس الايه؟ الروف الاسطح بتاعت the small buildings and destroy them ويدمرها لان هو طبعا بالنسبه houses. او الكود بتاعه بالنسبة للهاوسز شيء يعني ضخم جداً وكبير جداً He saw the largest building in the city شاف اكبر مبنى في المدينة اللي هو كان The King's Palace كان قصر الملك كان about 2 meters high كان حوالي 2 متر Okay وطبعاً جاليفر uh, He asked Galiver طلب من جاليفر ان هو to have a look inside the uh, castle أو inside the palace داخل هذا القصر طبعا جاليفر عمل ده طبعا بعد ما راح لجاردن uh, لحديقة وقطع منها بعض الأشجار and he made a stool. عمل ستول stool وقف عليه وكده وطبعا ده ساعده ان هو يعني ي, يلف حوالين ال, القصر وان هو كمان uh, يقدر يصل الى الويندوز بتاعته اللي هي بس من خلالها على الايه على ما بداخل القصر and he saw his fine furniture شاف العفش بتاعه الجميل الأثاث الجميل and he saw كمان his وايف ذا كوين wife the queen شاف الملكة his servants الخدم بتوعه أوكي طبعا and the queen waved at جاليفر شاورت لجاليفر with a smile بابتسامة جاليبر واز هابي، جاليبر كان مبسوط جدا. بتألقي ليه؟ مفيش حاجة بتكمل طبعاً، مفيش فرحة بتكمل. آه قال لنا في شخص وصل عشان يقول لجاليبر حاجة. One اوف هيز ادفيزرز واحد من المستشارين بتوعه. طبعاً إحنا كان عارفين إن في شخص اللي هو بالجلم أو سكايش بالجلم، سكايش ده اللي كان بيكره مين؟ جاليبر، كان بيكره جاليبر وكان دايماً بيضع أو قدامه العقبات ان هو not to be set free دلوقتي في واحد تاني اسمه رالدريس هيل رالدريس هيل ده واحد من الادفايزرز بتوع الملك one of the important people in the kingdom واحد من الناس المهمين في المملكه he came to جاليبر وقال جاليبر وقال له i want to see i want to say something important to you. عايز اقول لك حاجه مهمه طبعا جاليبر was attentive قال له I, I am all ears يعني I am all ears يعني أنا كل أذان صاغية قول لي بقى عايز إيه وكمان جاليفر عرض عليه إن هو to lie down إن هو يرقد يعني to be uh, uh, يعني close or near him قريب right منه to uh, listen to him carefully طبعا رالد رسال رالد رسال ده قال له إيه قال له لأ يعني it's better يعني إن أنت to put me on your hand. حطيني على ايدك وانا ايه هتحدث معاك وبالفعل حصل ده جاليفر طبعا سالوا ايه المشكله ايه الموضوع يا ريل قال قالوا في حقيقه الامر احنا عندنا تو بروبلمز مشكلتين واحده فيهم انسايد ذا country داخل الدوله والثانيه اوتسايد فقال له يعني قول لي آه قالوا أول حاجة إن إحنا عندنا تو بارتيز، بارتي يعني حزب، بارتي يعني حزب، فعندنا حزبين، في عندنا حزب اسمه تراميكسن تراميكسن تراميكسن، وفي عندنا حزب حزب تاني اسمه إسلاميكسن. فالمجموع فالمجموعة أو الجروب ده اللي هو تبع أو اللي هو اسمه تراميكسن كان بيدعم حاجة تراديشنال uh, شوية، اللي هي إيه بقى إن بيبو must wear must wear high heels on their shoes. يعني يلبسوا كعب عالي must wear لازم يرتدوا must wear لازم يرتدوا إيه بقى؟ high heels on their shoes. يبقى الشوز بتاعتهم تبقى high heeled أو must wear high heels لازم يلبسوا كعب عالي يعني must wear high heels وخلاص يعني ممكن نقول they must wear high heels أو they must wear high heeled shoes اوكي okay. ليه بقى قال لنا ان ده حاجه تقليديه عندهم في الدوله ده شيء تقليدي شيء متوارث من القدم ان الناس ماست وير لازم تلبس يعني هاي هيلز ولكن الملك بيدعم حزب اخر اسمه اسلامكسن اسلامكسن ده هو حزب powerful اقوى من الترامكسن لكن الترامكسن هو يعني مور in number هو أكثر في العدد أو larger in number هو أكثر في العدد ولكن مين اللي أكثر في العدد اللي هو ترامكسن اللي هو بيدعم إيه؟ بيدعم إن الناس تلبس هاي هيلز لكن اسلامكسن لا الناس تلبس لو هيلز أو small هيلز كعب مش عالي طب مين فيهم اللي تراديشنال التقليدي أو اللي متوارث من الماضي حاجة يعني خدوها من أجدادهم اللي هو التراميكسن هو ده التراديشنال. مين المودرن؟ مين الأحدث؟ اللي بيلبس حاجات يعني فلات وحاجات بدون هيلز أو سمول هيلز ده اللي هو اسلامكسن. الملك بيدعم مين؟ بيدعم اسلامكسن. يعني الملك مودرن يعني اه. لكن البرنس ذا برنس اللي هو ذا كينج سون ابن الملك كان بيدعم التراميكسن. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ إن التراميكسن أكبر في العدد، لارجر، in number لكن اسلامكسن از باورفل اور مور باورفل اكثر قوه لان مين اللي بيدعمه الملك طبيعي يعني فهيبقى اقوى من الحزب الاخر اللي حصل ان يعني في صراع ما بين الايه الحزبين طيب دي المشكلة الداخلية في مشكلة اخرى بقى طبعا هي اكثر تفاهة وده طبعا بيبين لنا قد ايه الاوثر ذا اوثر المؤلف عايز يعمل فوكس على يعني مدى تفاهة الـ 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 الأوضاع السياسية والقوانين اللي بتضعها الدولة. قد إيه هم بيضعوا قوانين وأديه الناس بتتحارب من أجل لا شيء. فتخيلوا بقى إن يعني في حزبين بيقطعوا بعض عشان يعني يلبسوا كعب عالي والتاني يلبس كعب مش عالي. دي حاجه الحاجه اللي هي يعني مشكله ب يعني بقت من المشاكل اللي هي لها علاقه بما خارج الدوله او بالدول اخرى هي مشكله ذا ايج ازاي يعني ذا ايج مشكله البيضه ان طبعا من الازل كان في كانت حاجه تراديشنال ان هما زي بريك ذا ايج ات ذا بيج اند البيضه طبعا بيبقى ليها بيج اند جزء كبير تمام بيج اند وفي سمول اند كانوا بيكسروا البيضه من البيج اند ده فين ده في الماضي ولكن حصلت حادثه لمين ل the king's grandfather اللي هو جد الملك the king's grandfather وهو بيكسر البيضه طبعا he cut his finger عور صباعه او صباعه الجرح ده مين اللي هو the king's grandfather جد الملك وهو بيكسر البيضه at the big end من الحافه الكبيره صباعه الجرح فعلى طول طبعا اوتوماتيكالي هي اشهد الو اصدر قانون بمنع الناس ان هم يكسروا البيضه ات ذا بيج وطبعا كل الناس اللي بتعمل كده بيحصل لهم ايه؟ بيعاقبوا. Must be punished. يجب ان هم يعاقبوا يعني. اللي حصل ان كان في ريبليونز في تمرد والناس بدات ايه المتمردين بدأوا يعني يحتموا او يسافروا الى دوله اخرى او جزيره اخرى نعرف اسمها أه؟ كنا قلناها قبل كده بليفاسكو 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 اللي حصل ان جزيره بليفاسكو تمام ريسيفد آه، كانت بتستقبل The mean the rebels. المتمردين from ليليبوت من ليليبوت أي حد يعمل تمرد خلاص عايزين يكسروا البيضة من ناحية من ناحية اللي هي إيه؟ The big end، لازم عايزين يرجعوا الموضوع تاني، يعني إحنا زمان من زمان وإحنا بنتوارث من الأجيال الماضية إن إحنا بنكسر البيضة at the big end، إزاي أنتم تمنعونا وتخلونا نكسرها دلوقتي من the Small end؟ لازم نرجع نكسرها من البيج Big end. شيء تافه جدا ريديكيولس سخيف قوي فطبعا الناس نفسها تعمل كده فعملوا ريبيليونز ليه عشان يكسروا البيضه من البيج اند لان الدوله بتخليهم يكسروا البيضه من ايه للسمول اند اللي حصل ان بليفاسكو ريسيف ذا ذا ريبيلز المتمردين طلعت استقبلت المتمردين من جزيره ليليبوت طبعا ازاي؟ احنا يبقى عندنا ريبيلز او عندنا متمردين وانت يا بليفاسكو تستقبلي المتمردين بتوعنا. So the war between بليفاسكو الحرب ما بين بليفاسكو and Lilliput began بدات الحرب ما بين بليفاسكو وليليبوت بسبب ايه؟ ان بليفاسكو ان آه ليليبوت عايزه الشعب بتاعها يكسر البيضة من ناحية الـ at the Small End وطبعاً بليفوسكو استقبلت الناس المتمردين اللي مش عايزين يكسروا البيضة من الـ Small End وعايزين يكسروها من الـ Big End فطبعاً قامت الحرب وبيقول لنا إني many people were killed ناس كتير قُتلت بسبب الموضوع ده طبعاً آآ آآ طبعاً مش مش ناس كتير بس كمان they lost يعني many ships many ships كثير من السفن. تعالوا احنا نشوف بعض الاسئله اللي على الجزء ده ونرجع لكم تاني. أي بيقول لنا what did Gallivar ask the king almost every day he asked him to be set free. طلب منه ان هو to be set free يتم اطلاق سراحه. what did the king tell Gulliver to be to do؟ طلب من Gallivar يعمل ايه before he could be set free. قال لنا he told Gulliver طلب من ان انه يسمح ب two soldiers to search في هدومه يعني لأي على أي أسلحة that might be a danger to him. ربما تمثل خطرا لدي why did Gulliver put the king's soldiers into his pocket لي?

would do with the things found in Gulliver's pockets قال A إيه على الأشياء اللي هي وجدوها في Gulliver's pockets قال لنا He said هو قال They would keep the things هيحتفظوا بالأشياء دي but return them to Gulliver هيرجعوها لجليفر or pay them or pay uh, uh, for them يدفعولو تمانها when he left their country لما يترك الدولة بتاعتهم طبعا اعزائي هو طبعا اللي جه الشخص اللي جه عشان يقول لجاليفر الكلام ده طبعا جاليفر قال له انت لازم تساعدنا في الحرب او تساعدنا لو في حرب ضد بليفاسكو فطبعا قال له اوكي ولكن بعد ما مشي الراجل ده طبعا جاليفر قعد فكر مع نفسه وحس ان هو ربما يكون اخذ قرار خاطئ Now dear friends we have come to the end of our episode for today wishing you good luck and bye bye